والله طلع معك حق يا سهر، يعني تفكيري وتفكير الأستاذ لافند مختلفين كتير عن بعض. يعني الزلمة بهداك اليوم ما جاب سيرة الزواج أبدا، رحت وضغطت عليه والزلمة ما قلو بهيك قصص. لا وأنا لما شفته لهداك الحقير صرت خبص مع الأستاذ بالحكي، شي شرق وشي غرب. كيف يعني؟ لما أنت كنت عم تحكي مع الأستاذ شفت هداك الشاب اللي فوق؟ سمعته كلام كتير وعيب بحق الأستاذ، قلت له شو قلت؟ لا لأنك خايف من هذا الوطي، قللت أدب معه كتير. طيب والكلام اللي حكيتوه أنتو سمعوا شي هداك الشاب اللي فوق؟ يعني ويسمعوا شو بدي خاف منه؟ ما دخلني، بس اوعى توقع بمشاكل جديدة. أمير عم يدق لك. أهلين أمير. ألو وين أنت؟ أنا بالبيت، خير في شي؟ لا فكرتك برا البيت، قلت تمرق لعندي. أنا بالبيت بس إذا في شي بيجي لعندك فورا. لا ما في شي، بنحكي بعدين. يلا باي باي. طيب خلص ماشي. أمير بيسلم عليكي. اسمعك راي، تتفرج معي على فيلم؟ وأنا عم رتب الديفيديات، لقيت فيلم حلو كتير رومانسي وكوميدي، تتفرج عليه؟ إذا بدك تفرجي أنت كلثوم، أنا تعبان شوي. كوراي، أنت رح تضل دائما تنام هون؟ أنا كتير عم أشتاق لك، يعني أنا خجلانة كتير لأني عم أقولها بهذا الشكل، بس أنا عن جد عم أشتاق لك كتير. أنا حابة أنك تكون معي دائما، يعني بدي إياك أنك تكون جنبي بكل وقت كوراي. اتصلت فيك وبعثت رسائل وانت ما رديت. لا تضل ساكت هيك، يعني صرخ عصب علي بس لا تسكت. بعتذر منك كتير، بعتذر كتير على كل شيء. انا اللي بعتذر منك، الحق معك، ما عاد قلك باقي شو لسه. خلص رح نمسك ايدين بعض ونواجهون. عن جد انا اسف كتير. انت ما عملت شي لحتى تعتذر علي؟ انزلي هلا لتحت. ما بدي انزل بنوب. انزلي قبل ما حدا يشوفك لو سمحتي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.